First things first, أول شي راح أسويه راح أتقهوى، وأنا أتقهوى بسولف معاكم على المكتب، نتكلم شوي شلون بديت أسوي المكتب وليش عندي المكتب، وأعطيكم تور مفصل تفصيل زي ما أنتوا تبغون عن المكتب. استقلت من وظيفتي تقريبا من سنة ونص، وحبيت ان ابدأ اسوي لي مكتب يكون شغلي كله فيه، اسوي ميتينجز فيه. بديت اشتغل على مكتبي تقريبا من جانيوري 2017، فاشتغلت عليه عشان يطلع بالنتيجة اللي تعجبني والنتيجة اللي ترضيني وتمثلني وتعكس شخصيتي في المكتب. عندي كم من نصيحة بالبداية احب اقول لكم اياها. اول شيء قبل كل شيء لازم يكون عندكم color palette، ألوان اللي أنتوا تبغون تستخدمونها وتدورون عليها بقطع الأثاث. مثلاً أنا color palette اللي اخترتها الذهبي، الأبيض، الرمادي، الوردي والأسود. فهذه الخمس ألوان هي اللي محورت عليها كل مكتبي، وقلت لما يعني بختار قطعة أساسية ورئيسية بتكون من هالألوان بشكل متناسب. ثاني شيء وأهم شيء، لازم تشوفون صور كثيرة مرة مرة مرة، يعني لازم يكون عندكم تغذية بصرية. مثلا زي هذه الصور، كيف ان انا كنت ابغى اسوي جهة التي في، فكرتي كانت انه بيكون التي في على الطاولة، بصير اشوف كل الصور اللي فيها التي في يكون على الطاولة وايش مسوين حواليها من ديكور، لوح، نباتات، الاكسسوارات ايش هي. فجمعت صور تشبه ستايلي وتشبه اللي انا ادور عليه، ما راح يكون نفسه بالضبط كوبي بيست، لا بيكون يتوافق مع المكان والمساحه والقطع اللي الاقيها والتنسيق اللي انا ارغب فيه. هذه صور المكتب، كنت محتاره مثلا شلون اسوي فوق المكتب لوح او رف لوح، او ما اسوي شيء، او لوحه واحده. في خيارات كثيره وفي افكار جدا كثيره، بس لما انتم تختارون الستايل اللي انتم تبغونه راح تعرفون ايش تبغون بالضبط. حتى اللوح اللي اخترت تكون فوق الكنبه وفوق التي في، ما نسقتها بشكل عشوائي. كيف اخترت مثلا عدد اللوح، حجم اللوح، مقاس اللوحه فوق التي في فوق الطاوله، نفس الشيء دورت عليه بنترست كيف انسق اللوح مع بعض، فطلعت بهذه الاشكال الكثيره مره. مثلا how to hang art above the sofa wall gallery inspiration، تكتبونه في بنترست فيطلع لكم خيارات. بس كلام كثير، خلينا الحين نبدا بالتور على الاوفيس. أول شيء هذا هو باب المكتب، بس مش باب المكتب الخارجي، فيكون كذا شكل المكتب. هذا الباب الثاني، عندي غرفة ثانية هناك أسوي فيها رياضتي، أغراض للتصوير، مكان للتصوير. بعد ما خذينا تور سريع ووريتكم شلون بالضبط كيف المكتب، الحين راح ابدا من هذه الزاويه. هذه الاباجوره اخذتها من ايكيا، كانت اول اكسسوار اجيبه للمكتب. هذه اللوحه تو جديد اخذتها من كولكشن ايكيا الجديد، حطيت هنا كافي اوكلوك علشان تتناسب مع مكان القهوه، ولاني مره احب الاوركيد فاخذت هذه الاوركيد من ايكيا وحطيت معها هذا الحجر برضو من ايكيا، وهذا الاناء حق الورود برضو من ايكيا. كل شيء يجي منفصل عشان يكون الثيم مع بعض ذهبي، فحطيت هذا البيت وعبارة عن شمعة تكون هنا. اخترت الآلة يكون لونها أبيض، واخترتها من نسبرسو لأني أحب قهوتهم. أما بالنسبة لآلة الحليب فشريتها منفصلة، ولأن المساحة عندي جدا صغيرة في زاوية القهوة فاخترت درج الكبسولات هذا من أمازون، مرة حلو وسهل وعملي، أتوقع أنه ياخذ أكثر من 40 كبسولة. أما بالنسبة للطاولة هذه فهي جت مع هذه الطاولة من آيكيا، كان لونهم أسود بس أنا غيرتها إلى ذهبي. لو ما شفتوا الفلوج اللي سبقت فيه الطاولتين هذه راح أحط لكم الرابط تحت، شيكوا عليه. تحت طاولة القهوة اخترت يكون نباتات صناعية، نسقتهم في محل اسمه روتس بالخبر جنب طاولة القهوة في الكنب. اخترت هذا الكنب من ايكيا، وعمدا اخترتها بشكل ال شيب علشان حابه انه يكون مثلا هنا مكان جلسه وهنا مكان استرخاء. اخترت انه تكون الوان المخدات ابيض واسود ووردي، واكيد طبعا رمادي. وهذه البلانكت اخذتها من H&M، نفس الشيء رمادي وردي ابيض، وهذه المخدات كلها من H&M. اما بالنسبه لهذه المخده دائما تسالوني عنها، من حساب اسمه مطر، في هنا بيت شعر وورا في هذه الصوره، بس انها ما تناسب الوانها فحبيت انه يكون بيت الشعر هو اللي بارز.
هذه اللوح اللي فوق الكنبة اللي كنت أقول لكم عنها اخترت أنها تكون بهذا الشكل علشان تناسب بالضبط شكل الكنبة وعرضها. أول ثلاث لوح وصلتني هدية من حساب The Fashion Project SA. فكرة الحساب أنه يوفرون لكم أغلفة مجلة فوغ على حسب إصدارها بسنة ميلادك وشهر ميلادك. فمثلاً كل هذه أغلفة مجلة فوغ أصدرت ب 1989 في شهر مارتش اللي هو شهر ميلادي. فهذه كانت النسخة الهولندية، هذه كانت النسخة البريطانية والنسخة الأمريكية. أما بالنسبة لهذه اللوحة فسويتها من لا شيء، فصلت الإطار، سويت كوبي من هذه الصورة، كبرتها وعلقتها وصارت لوحة. أما بالنسبة للوحة الأخيرة فهي أكبر لوحة فيهم، اخترت أنها تكون أسود وأبيض واخترت هذه الصور من المجلات. الإطار أخذتها من آيكيا. صحيح نسيت أقول لكم عن الجدار، اخترت أن أصبغ رمادي غامق أخلي المكان كوزي دافئ مريح للعين، ونفس الشيء كملت اللون إلى السقف، صار عندي جدار واحد رمادي، أما باقي المكتب فهو أبيض. بالنسبة لديكور السقف خليته نفس ما هو كلونه ذهبي، فحبيت ان اخليه نفس اللون علشان يتماشى بعد مع الاثاث اللي عندي. وهذه اللمبة اللي اخترتها بالنص اخترت انها تكون نور جدا خفيف، فحبيت ال LED داخلها، اخذتها من هوم سنتر، كافي منها لونين رمادي وذهبي، بس حبيت الرمادي اكثر عشان يتماشى مع السقف ويتماشى بعد مع اللمبات اللي من ايكيا. وهذه الطاولة اللي مقابل الكنب اخذتها من ايكيا نفس ما قلت لكم، مع الطاولة الثانية اللي حقت القهوة. غلفت الخشب تغليف ماربل وصبغت الطاولة ذهبي. هنا عندي مجلاتي اللي أقرأها حاليا، كتاب شانيل، هدية من صاحبتي، فوكا ماربل، وأكسسوار أناناس من H&M، وشمعة من نور، ومناديل حتى من جرير. فوق الطاولة صينية خشب من H&M، هذه من آيكيا، حطت فيها لافندر نباتات برضو من آيكيا، الإناء هذا من آيكيا، من آيكيا أحب المجسمات اللي كذا، شمعة من Bath & Body Works، وريموت التي في. أكثر شيء تعبني في المكتب هو السجاد، ما لقيت السجاد اللي يعجبني، بس أخيراً لقيت هذه السجادة في محل ما أذكر إيش اسمه، بس موجود في مجمع الفنار بالخبر. ورا الكنب حطيت إنارة LED أخذتها من هوم سنتر، تقريباً طولها 3 أمتار، فخليتها كذا ورا الكنب، وبعدين امتدت إلى تحت، وبعدين مديتها إلى فوق حوالين المراية، نفس الشيء امتدت إلى هناك، فتصير بالليل تعطي جو دافئ مرة حلو لهذا المكان. أما بالنسبة للستارة فحبيت أنها تكون شفافة وخفيفة، فاخترتها شيفون من آيكيا. بالنسبة لهذه الجهة مرة حابة شلون طلعت، هذه المراية أخذتها من آيكيا. أما بالنسبة للنباتات كل ما أصور هذه الجهة تجيني أسئلة عن النباتات صناعية ولا طبيعية. النباتات صناعية، كل النباتات أخذتها من هوم سنتر، يمكن بالتصوير ما تبين إلا هذه أكثر شيء، بس الصغيرة هذه معطية حجم إضافي للكبيرة، ونفس الشيء المراية عاكسة نص النبتة هذه، فمعطية أن النبتة مرة كبيرة بينما هي أصلا على زاوية وهذه هي نهايتها إلى هنا، فهذه خدعة. نحط مراية جنب نباتات عشان تكثر اللون الأخضر، وهذا الإناء أخذته من H&M، واللي تحت هذا من نايس، مرة تناسب مكتبي، رمادي ذهبي وأبيض، وهذول أخذتهم من هوم سنتر، هذه الصغيرة وهذه الكبيرة. بالنسبة للسجاد أخذتها من H&M. أما بالنسبة للوحة اللي فوق التي في كل واحدة لها قصة. هذه اللوحة رسمت لي إياها نجلة صاحبتي، كانت مسوية دورة تعلم أساسيات ألوان الأكريليك، بما أني مو رسامة فهي سوت لي هذا السكتش وأنا لونتها باستخدام التكنيكس اللي علمتنا عليها. أما بالنسبة لهذه اللوحة فكانت شيء وصارت شيء ثاني، أخذتها من هوم سنتر. اللوحة هذه عبارة عن إطار بصور متعددة، تحطون صور اقتباسات اللي تبغونه. ما حبيت الفكرة فقلت بصبغها، وصبغتها ذهبي نفس بخاخ الطاولات فتناسب مع الديكور. هنا أبغى أحط شيء، لقيت شيء مرة عاجبني بس ما أدري إذا أحطه ولا لا، فانتظروني على سناب شات فلوغ يمكن أقول لكم إيش راح أسوي في المساحة الفاضية هذه. التي في من سامسونج، ما أعرف أي شيء عن التي في ولا أقدر أعطي ريفيو عن التي في، كنت أبغى يكون 50 إنش يتناسب مع حجم الطاولة والمكان والمساحة. اللي يعرف أن سمارت تي في يشتغل على الواي فاي. طاولة التلفزيون من آيكيا، الطاولة كان لونها أسود والخشب كان لونها أسود نفس الشيء، بس صبغت الطاولة بذهبي وغلفت الخشب الأسود بماربل. بالنسبة لخطوات صبغ الطاولة سويت نفسها الخطوات اللي سويتها مع الطاولتين اللي أخذتهم من آيكيا، لكن سويت شيئين غير. الشيء الأول لا تسوون صنفر للطاولة
الطاولة، والشيء الثاني استخدموا بخاخ الورنيش بعد ما تصبغون وتخلصون الطاولة عشان يحافظ على اللون وما يتأكسد وما يتغير مع عوامل الجو. شكرا نور بعقيل هي اللي قالت لي استخدم بخاخ الورنيش، ولا انا ما جاب بالي ابدا اني استخدمه. مكتبي العزيز، الكرسي هذا اخذته من ماركة اسمها ميلانو من موقع امازون. تواصلت مع الماركة قبل لا اطلبه من امازون، بس قالوا لي انهم ما يوصلون للسعودية، فاضطريت اني اطلبه من امازون. بالنسبة للشحن من امازون، اتكلم على الاثاث انا، فما انصح فيه ابدا لانه جدا 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 مكلف، بس لانه حرفيا ما لقيت كرسي مناسب للمكتب فاضطريت اني اطلبه. من رحبتها انه جلد ابيض وذهبي، اخترت هذا المخدة الماربل من ابيات. طبعا ما تتخيلون قد ايش ان الكرسي مريح جدا، وانصح فيه اي احد يبغى يجيب كرسي للمكتب. اما بالنسبة للمكتب فاخذته من هوم سنتر، في 3 دروج زي ما كنت ابغى بالضبط، حجمه جدا كبير ومعقول ومناسب للزاوية اللي عندي، وهذا هو المكتب عن قرب. اما بالنسبة للوحتين هذه، هذه اللوح معروفة بلونها البني الفاتح والاطار يكون خشب فاتح، بس انا صبغت الاطار بذهبي ولونت الفلين بلون ابيض من نوع الاكريليك. بالنسبه للوحتين فما علقت عليها مهام او الجدول او تو دو ليست، كله عندي بالبلانر. هنا علقت الاشياء الشخصيه، ذكريات، عبارات محفزه. الحين خلينا نشوف ايش على مكتبي حاليا بالتفصيل. الاجنده هذا اهم شيء على المكتب، هذا البلانر، الجدول التمارين، هذا الدفتر لكل خطط اليوتيوب والمدونه. هذه الاشياء الرئيسيه لازم تكون على مكتبي، حاطه بصحن ماربل، مرطب شفايف من بيكسي، بخاخ الانعاش البشره من ماريو باديسكو، كريم لليد من كليرنس، وهنا زيت اللوز الحلو عشان انا هنا عندي حرق، فدائما اكون على المكتب اشتغل انسى نفسي، فاحب اني احط شوي من الزيت على الحرق. طبعا هاي توصيه البنات بسناب شات قالوا لي حطي عشان يروح الاثر. وهنا عطرين بحجم الميني من فالنتينو، هذا من جيفانشي، احب ريحتهم مره. ورا في هذه اللوحه كان لونها اسود، صبغتها وصار ذهبي. اخترت هذه الرسمه من مجله. بعدين هنا هذه فواحه من صاحبتي ساره، علبه المويه من شباب ماربل اكيد، حرف A جاني هدية. هذه اللوحة باسمي أسماء جتني هدية من حساب ناسي حسابها لأن أتوقع من 3 سنين جتني. أوراق لاصقة، لو بكتب شيء على السريع بحطه في البلانر أو أعلقه فوق. هذه مرة كيوت. وهذه اللي ورا هي من هدى بيوتي، تعاونها مع تويزر مان. أما بالنسبة لهذا فهو حواري مع مجلة الجميلة عن المدونات في السعودية، فأنا ما كنت قادرة أحصل على نسخة من المجلة، فهدتني إياها واحدة من المتابعات. بس شوفوا كيف هدتني إياها بالطريقة هذه الجميلة، سوتها كولاج وقصتها في فريم، كيوت مرة. وهذه من ألاء صاحبتي، لوحة الكولاج، هدية من متجر بسمة. لاحظتوا إن كل شيء عندي هدايا هدايا. هذه هدية من صاحبتي أماما، حطيت فيها أقلامي. هذه الوردة اللي تعيش سنة كاملة، هدية من نجلة. بعدين هنا في عندي أوركيد، أخذتها عشان تكون بعد نفس اللي على طاولة القهوة. وهنا في صينية الماربل، شمعة من باث اند بادي ووركس، هذا الكالندر، زرافتي الجميلة من دبنهامز، وهذه الحلاوة من سيفورا، أذكر صاروا لي إياها مع منتج، بس إن لونها مرة حلو مع الزرافة فخليتها ديكور. وهنا حطيت أباجورة لأنه هنا شوي يصير المكان عندي مظلم بالليل، وأنا ما أحب أفتح الأنوار والإضاءة، فحب يكون بس في هنا إنارة خافتة. فاخترت هذه من أبيات، الميكروفون اللي أسجل في الفويس اوفر، جوالاتي، واخر شيء اللابتوب. واخر شيء بمكتبي هو مكتبتي. المكتبه هذه اخذتها منفصله من ايكيا. بالنسبه لمكتبتي فحابه انها تكون بطريقه غير، ما تكون كلها كتب، فحبيت ان اضيف بعض الاشياء اللي عندي سواء كان قطع ديكور ولا هدايا وصلتني بين الكتب، فتكون بهذا الشكل. فعندي كتب عربيه وانجليزيه، هناك بعد عربيه، فكتبي مقسمه في تقسيم معين. مثلا هذا الرفين كله عن روايات، هنا كتب الشعر والنثر والنصوص القصيرة، هنا عندي كتب الإنجليزية، هنا الروايات، هنا كتب الفاشن والبيوتي. المجلات اللي باقية عندي دائما أطلع، بس هذول آخر المجلات اللي باقية. وآخر شيء هنا كتب عربية، هذه أنا وأنا صغيرة، وفجأة أكواب قهوة. الأكواب جزء من ثقافتي أمزح، بس حطيت الأكواب هنا عشان قريبة مرة من طاولة الكافي. وبس هذا كان كل شيء بمكتبي، أتمنى أنكم انبسطتوا واستفدتوا. لا تنسون تسوون لايك، وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا، وقولوا لي إيش حبيتوا أكثر كورنر أو مكان بالمكتب. أشوفكم على خير، مع السلامة.